مختلف المجهودات التي تقوم بها مصالحنا في إطار مكافحة التهريب. جيد، بداية كأول سؤال، ماذا عن التدابير والإجراءات القبلية التي تقوم بها مصالحكم لتفادي إغراق السوق بمختلف المفرقعات؟ شكرا على هذا السؤال المهم. في الحقيقة تطبيقا للتعليمات الواردة إلينا من المديرية العامة للجمارك وعلى رأسها السيد المدير العام، فإننا نقوم بإعداد مخطط يعتمد على ثلاث محاور. المحور الأول يتمثل في التنسيق بين مختلف الفرق الجمركية العاملة تحت في إقليم الاختصاص. كما تعلمون فإن المديرية الجهوية لجمارك البوليدة إقليم اختصاص واسع، مفتشية أقسام الجمارك بتيبازا، مفتشية أقسام الجمارك البوليدة، مفتشية أقسام الجمارك الصنابر البحري، بالإضافة إلى الفرقة الجهوية المتنقلة لمكافحة التهريب المستحدثة في هذه السنة. كما أسلفت، المحور الأول يعتمد على إعداد مخطط للتدخل في من أجل مكافحة هذه الظاهرة. المحور الثاني يعتمد على تجنيد مختلف الوسائل المادية والبشرية، ويمكن إضافة محور آخر يتمثل في التحسيس. جيد، على ذكر التدابير والإجراءات، هل تتم هذه التدابير وفق مخطط مدروس لكبح نشاط هؤلاء المهربين؟ بطبيعة الحال، وكما أسلفت طبقا للتعليمات الواردة من المديرية العامة للجمارك، وبمناسبة حلول هذه المناسبة وهي مناسبة المولد النبوي الشريف الذي تكثر فيه التجار غير الشرعي لهذا النوع من البضاعة الخطيرة، فإننا نقوم بإعداد مخططات وبرامج للتدخل بالتنسيق ما بين مختلف الفرق الجمركية التابعة لإقليم الاختصاص، وكذا بالتعاون مع مختلف المصالح الأمنية الأخرى. جيد، هل هناك إحصائيات تم تسجيلها في بالنسبة لعمليات أو الحجوزات التي تمت خلال هذه الفترة أو ربما فترات أخرى فترات سابقة؟ بالفعل، فإن النشاطات الميدانية المكثفة التي تقوم بها مختلف المصالح سواء مصالح الجمارك أو المصالح الأمنية الأخرى قد أسفرت عن نتائج لا بأس بها خلال سنتي 2022 وكذا تسعة أشهر الأولى من سنة 2023. على سبيل المثال، فقد تم حجز ما يفوق 218,000 وحدة من المفرقعات السنة الماضية، بينما خلال التسعة أشهر لهذه السنة تم حجز أكثر من 18 مليون وحدة من المفرقعات. وكانت الغرامة المستحقة لهذه البضاعة أكثر من 19 مليون دينار جزائري، وأسفرت خلال السنة الماضية توقيف 20 مخالف، بينما هذه السنة تم إعداد ملفات منازعة ضد 17 مخالف. جيد، على ذكر عمليات أو الحجوزات، ما هي العقوبات المترتبة عن هذه الحجوزات، وهل تعرض صاحبها ربما للحبس؟ هذا السؤال جد مهم. نعم. حيث أولت السلطات العليا في البلاد أهمية كبيرة لمحاربة مختلف أشكال التهريب، وخاصة الأمر رقم 0506 الصادر سنة 2005، حيث تضمنت المادة 10 وكذا المادة 12 مختلف العقوبات التي تسلط على مرتكبي هذه الأفعال، حيث تنص على الخصوص المادة 10 بعقوبات الحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة تساوي 5 مرات قيمة البضائع المصادرة. سيد المراقب العام رافع حافظ، المدير الفرعي للمنازعات والتحصيل بولاية البليدة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل الأولوية.